الفريق الركن عبد الامير رشيد يار الله، نائب قائد العمليات المشتركه والقائد لعمليات تحرير نينوى. اليوم الساعه 600 شرعت قطعات البيشمركه بمناطقها من خط الصيد في المناطق الشرقيه باتجاه الاهداف المرسومه لها، وبنفس الوقت شرعت قطعات الجيش من المحور الجنوبي الشرقي لمدينه الموصل بقطعات الفرقه التاسعه وايضا الفرقه الاولى، وكذلك قطعات المحور الجنوبي الغربي بقياده عمليات نينوى وكذلك الشرطه الاتحاديه. تقدمت بسرعه وخاصه المحور الجنوبي الشرقي، وبتعاون وبتنسيق خاصه من الجهه الشرقيه مع اخواننا في البيشمركه، توصلنا الى اماكن هي اكثر مما متوقع لها لهذا اليوم الاول، وستستمر قطعاتنا بالتقدم باتجاه الساحل الايمن والساحل الايسر. كذلك بعد اكمال اخواننا في قوات البيشمركه لاهدافهم، ستنطلق قواتنا الاخرى اللي هي قوات جهاز مكافحه الارهاب من خلال هذه المنطقه بالذات تحديدا باتجاه الموصل، وكذلك قوات الجيش من الاتجاه الشمالي ايضا باتجاه الموصل. العمل والتنسيق رائع ما بين القوات الحكومه الاتحاديه وكذلك ما بين قوات البيشمركه. لاول مره نعمل سويه، وهدفنا الرئيسي هو تخليص اهالينا في الموصل من داعش. شكرا.